المدرسين قال لي استاذ احمد هذا الطالب اسمه ما يعرف يكتب، الطالب صف الاول متوسط. فقلت له بابا شنو انت ما تعرف تكتب؟ معقوله شو هاي ورقه وقلم يكتب لي متوسط صهيب الرومي؟ الطالب ربع ساعه ما كتب حرف واحد، ما كتب. أني ما ليش طلعت اليوم شباب؟ حجي ليش طلعت المظاهر اليوم؟ ها؟ ماذا ما أعرف.